أن الإنابة لازمة للتأوه ورديفة له. قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم قال في الحديث: ربي تقبل توبتي، بجعلها صحيحة مستوفية للشروط، واقعة عندك موقعها، مقبولة. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإذا كانت نصوحا خالصة قبلها. قال: واغسل حوبتي، أو واغسل حوبتي بفتح الحاء وضمها، كلاهما صحيح. الحوبة والحوبة الذنب، والذنب الكبير. أمحو ذنبي. ويقال الحوب والحوب والحاب الإثم. أصل في اللغة زجر الإبل، فالذنب هذا مزجور عنه، ولذلك سمي حوبا أو حوبا أو حابا، لأنه مزجور عنه. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي. وقوله: وأجب دعوتي، يعني دعائي. طيب، وثبت حجتي، حجتي على أعدائك، حجتي في القبر إذا سئلت سؤال الملكين، ثبت حجتي إذا حاجني أحد يصير عندي دليل وبينة، وأثبت في المحاجة المناظرة، وكذلك ثبت حجتي يوم الدين. جاء في الحديث: فإذا لقن الله عبدا حجته، يقول: رجوتك وخفت الناس. طيب، قوله: واهدي قلبي، وهو الشاهد. اهده إلى معرفتك، اهدي قلبي إلى شريعتك، اهدي قلبي إلى الحق، إلى السنة، إلى الإسلام. وسدد لساني، صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. فاللسان المسدد الناطق بالسداد بالحق. قوله: واسلل سخيمة قلبي، هذا أيضا شاهد لموضوعنا من الحديث. واسلل سخيمة قلبي. السخيمة ما هي؟ واسلل ما معناها؟ اسلل أخرج، أخرج سخيمة قلبي، نقي قلبي منها، فأخرجها منه. فما هي السخيمة؟ الغش والغل والحقد والحسد ونحو ذلك. الغش والغل والحقد والحسد سخيمة، مما ينشأ في الصدر وفي القلب من مساوئ الأخلاق. وقيل السخيمة الضغن والحقد، مأخوذة من السخمة. ما معنى السخمة في اللغة؟ السخمة السواد، ومنه سخام القدر، يقال سخام القدر. ما تشوف القدر إذا أوقد عليها بالحطب إيش يصير فيها؟ سواد. هذا السواد يقال له سخمة، سواد. وما يكون في القلب من الحقد والحسد والغل والبغضاء ونحوها، طبعا بغير حق، يعني في بغضاء بحق، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، سلها أخرجها ونقي قلبي منها. وأيضا يعني فيه معنى الإيش؟ اللطف في الإخراج. سل السيف إذا أخرجه من غمده، لكنه إخراج على هيئة معينة أو على نحو معين، وليس أي إخراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: أن يهدي الله قلبه وأن يسلل سخيمته. سأل ربه العون والنصر، وأن يمكر له ويهديه
وييسر الهدى له، وأن يجعله شكارا ذكارا رهابا مطواعا مخبتا أواها منيبا، وسأله أن يقبل توبته ويغسل حوبته ويجيب دعوته ويثبت حجته ويسدد لسانه ويهدي قلبه ويسلل سخيمته. فجمع في هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الدعاء: هذا الحديث من أجمع الأدعية بخير الدنيا والآخرة. فينبغي حفظه وترديده. وكثير من هذه الوظائف والمطالب من أعمال القلوب كالتوبة والإنابة والشكر والذكر والرهبة والإخبات، هذه مطالب عظيمة ينبغي أن يسأل الله إياها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهذا يفيد المداومة، كان والتكرار والاستمرار. وكان هنا أيضا تبين لنا أهمية هذا الحديث وهذه الأدعية، لأن ما استمر عليه صلى الله عليه وسلم وكرره دال على أهميته ومنزلة هذا الدعاء عند رب العالمين، أهميته يعني خير الدنيا والآخرة والمنزلة عند رب العالمين. في ألفاظ أحيانا تأتي يعني مثل: واسلل سخائم صدورنا. وقد سبق أن ذكرنا أن القلب في الصدر، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقوله في هذا الحديث: واسلل سخيمة قلبي، في الآخر: واسلل سخائم صدورنا، لا تعارض بين